احنا بنتكلم على فكرة عدم الاستقرار ونتيجتها ممكن تبقى ايه. فاز ما نادي الزمالك لسه ما اتخذتش قرار، المجلس هيمشي، المجلس هيقعد، بدل ما الناس تنادي تقول لا، حاولوا تعملوا المستحيل ان المجلس يفضل موجود وتشوفوا قانونية ان المجلس يبقى موجود ويستمر ايه زي ما في اي مكان في العالم، وزي ما براهن على كل حاجة بمتلكها ان الموقف ده لو حصل في النادي الاهلي ان هتبقى الناس كلها ماشية في سكة ازاي نخرج من المأزق ده باستقرار النادي وباستقرار المجلس. النهاردة كان في ناس بتطالب وبتراهن ان الحل من الخروج للخروج من الأزمة هو تعيين، هو رحيل المجلس وكالعادة تعيين لجان معينة. وبقول للزملكاوية انا بقول لكم التاريخ عشان تتعلموا وكلنا نتعلم ان الحل للوصول للبطولات، الحل للوصول للبطولات والحل لجذب المستثمرين والحل لجذب الرعاة ان انت يبقى عندك خطوط محدش بيتعداها، ان انت بتحافظ على الكيان، بتحافظ على المستقبل، بترسخ مبادئ، بتوصل رسالة للأجيال القادمة. والنهاردة أنا سعيد جدا بغض النظر أنا مع مين، وأنا مش مع حد، أنا مع نادي الزمالك، لكن أنا سعيد جدا إن أنا عشت الأيام دي، إن أنا عشتها، شفت إن الزمالك بيمر بموقف صعب وولاده واقفين جنبه، أو معظم ولاده واقفين جنبه. فعز ما أنت تاني غريبة جدا، فعز ما أنت مجلس الإدارة بيحاول إن هو مجلس الإدارة المنتخب اللي هو لا استقال ولا أي حاجة، مجلس الإدارة موجود صح؟ حصل تهديد بالرحيل بس المجلس الإدارة على الورق قانونا موجود. فعز ما أنت في وسط الخناقة دي فوجئت إن ناس مسؤولين كبار وكباتن كبار بيدعموا فكرة عدم الاستقرار، رغم ان هم شافوا مرارة عدم الاستقرار. فعز ما انت بتحاول تشوف ما ايه القانون بيقول ايه، لان على فكرة اللي حصل في الموقف اللي احنا بنتكلم فيه ده القانون. البلد ما فيش حد هيقبل حاجة بغير القانون، ده القانون. القانون بيقول ان مجلس الإدارة في حالة زوال عضوية رئيس النادي، ان مجلس الإدارة بيستمر في مهامه وبيكمل مهمته على ان يختار رئيسا لكل جلسة على حدة. ده القانون في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده. في ناس كتير ومسؤولين كتير تجاهلوا القانون وما فكروش ان هم يقروا القانون، وقالك لا ده الزمالك ده متعود، الزمالك متعود، ايه المشكلة؟ اديله لجنة معينة ودخله في الدوامة ودخله في النفق المظلم، ايه المشكلة يا عم ده الزمالك؟